تفضل يا خالد من جدة معنا على الخط، تفضل. أبو خالد من جدة. أبو خالد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يا شيخ صالح. السلام. عندي ثلاث أسئلة. حياك الله. السؤال الأول، زوجة عمي امرأة كبيرة في السن، عمي جد أبنائي، هل يجوز أن أقبل رأسها؟ هذا السؤال الأول. يجاوب الشيخ لحظة يا أبو خالد. طيب. هل أنت من محارمها؟ نعم أبو خالد. نعم. هل أنت من محارمها؟ ألو، يسألك الشيخ هل أنت من محارمها؟ أو لا، ما أقول أنت من محارمها. مرأة عمي جد أبنائي، هي كبيرة في السن، تبلغ يمكن تقريبا فوق 60. سلم عليها بدون تقبيل يا أخي وبدون مصافحة.